الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذا أول أدب، وهو من الآداب الأثنائية، يعني أنك إذا جئت تقضي حاجتك فيجب عليك أن تقضيها في مكان يستر عورتك، فلا يحل لإنسان أن يكشف عورته لقضاء حاجة أمام الناس. فإن قلت وما دليل ذلك، فأقول دليله ما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. ولعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة،